my bitches with gun fingers. Real niggas fingers on nickel plated non triggers. Won't see my enemies defeated. I catch them while they. نفس المناظر في الزنقة من الحاكم ضاع بين الزناق يتلو مرش بعد العشرة ما أحمش بدل القشرة إلا حمش نقود ديسك هوني عبيدة تموت عريسك عيش الميز الكون في الليل تلف بريسك كنا نلقى مهجمة نبقى تلقى مش الميز بالسرقة في استنى بيش يتسربة هيك يدك بالسرقة هوني عبيد جربت الشيخة ولد تعيش عشيخة هبلت تموت بشيخة عايش يستنى نهار الطيحة يطلع شيش برمو ريقة No exit. No exit. صح سيف. صح حمزة. أحمد إليغانس. ورا أبو حميد. أقوى حجم في تونس. عينين عينين. زبرتنا اختار نقوم في بار التاوس الحالة عادية لحرام ولا فخرة يلد الدخلة راجل سبقت ويدوخ غير ما تجس ريتهم ايه يدك فضلم تتحس بعد الغاز تنس كل دم كان مفاسس ان تشلل وجود تحلل جيب فلوم شكون قتل اعمي تصويرة فلوم بنات تحب العب لحظاية في الليل الزبط بالحسن اكتب لي كومنتير خويا عيط بعتي حب يخفى خايت متاب روح للحش شلاطي عاده واللي عام واثناء تحت الحيط احنا اصحاب جاي ريتو بريتو عمدوا الفلوس في وتير كل يوم بقى على سبا اخويا دور الحمور حلب الدماء على الكروس نو اكزيت وينك بالاحسن اخويا وينك نو اكزيت نو اكزيت عبيدة تموت عريزة حرام ولا فخرة حرام ولا فخرة حرام ولا فخرة عبيدة تموت عريزة ناس تدور عالكعبة وناس دور في اللعبة دور في اللعبة دور في اللعبة عشت البطالة شخلى اشتر البلد نطارة ناس بس تمشي عالقاعة وناس خلطت للطيارة ولين صح اخوي وليد الحكومة خبر عاجل الشركة عبت في اللعبة وهو طايح مع راجل نظرة الشرك الخلقي فوق شالة جيل يحب الكم مزيد وشمت بالاحسن ما عندك اشكام بالاحسن بالاحسن ما عندك اشكام صاحبي ان شاء الله ماكش بكونكتي بالاورديناتور اما بالتليفون انا سكر وعاود حل بالاحسن خويا ما عندكش كام بابا لازم عندك كام باش نجم ننفيتيك انا جبت طرفي وجيتك بجنبي جبت طرفك وجيت بجنبي صاحبي نو اكزيت لمشم لفشلم لمصر وعليكم السلام اكتب لك احلاوي اكتب لك يا ريتو ريتو احمد ريتو اكتب لي اما يلزم ما عندوش كام ما نجمش ندخله ما غير كام ساكر التليفون عاود حل بالاحسن هلا بيك الحمد لله عايش صبا ولي الحمد لله Respect man, I like your life. Ice Baro. Empire. Empire. Yeah, that was the bomb, sir. That was the bomb, sir. Hey, بالأحسن نا يا خوي جبت أربعة كل شيء بحذية صح. سلام كحلوش برجولية ترانزيت فريد عايش بشار. اسمع 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 الديرتي اسمع الديرتي صباح اخويا وينك شيخ لاباس خويا شنو الاحوال والله الحمد لله شنو هي امورك شنو احوال شنو احوالك انت وشنو احوال رجال باب الفله وشنو هي الدنيا والله شدها في ربي اخويا الحمد لله نسهر عليك انت في الغربه اخويا وداخل عليك رمضان الحمد لله شدها في ربي يا ودي شمزق قد ما زال رمضان نهارين ثلاثة ايام هكاك هذيك هي نهارين ثلاثة أيام هذيك هي يلا غالب أنا حاضرين نورمال وش نعمل أنا عادي وفي الغربة شوية موسيقى شوية لا شوية ضحكة مع الرجال هكا لما باهي الخطة باهي يا خويا وربي إن شاء الله يسهل باهي اللمة والعباد كلها تلمت بالقدا وربي إن شاء الله يسهل الحمد لله
الحمد لله. وينك خويا؟ شنو امورك؟ شو ما جديد؟ شو ما موزيكا؟ شو ما حكايات؟ حبيت قبل ما نبدا اللايف نو اكزيت نحن ما نصورش. ربي سيء. قصدنا ربي نحن سيء توا. شنو هي قصدنا ربي؟ كيفاش في اللايف؟ في اللايف يا خويا معلم مقلوب، الرجال تبعث القلوب والدنيا حافله وعبيت تتفرج. قصدنا ربي خويا، نحن توا في الانترفيو عند كحلة تي في. مرحبا يا خويا بالعكس. عايش خويا وبيك اكثر، نورتنا خويا، نورتنا خويا. عندهم الحق خويا، مزيكا عندنا مده وكذا، باش ندخلوا ديريكت في الموضوع. ما تعرف فما انجاجمونات في الدنيا وفي الحياه، معناها ما تنجمش تعمل مزيكا بركه. ممكن قبل تكون في عمر معين كنت تقوم تنجم تمشي خويا استوديو تكتب تسجل تريجل امورك تعمل تهب انت. توا ليه فما انجاجمونات، فما عائله، فما برشا حاجات اخرى. يعني مش باش نحكي لك لغه ما خلي لك حتى حد وبوك وامك وكذا، ما لازمك تدز وحدك تقرا تريق الامور وتشوف عندك بلاد لازمها اخويا برشا مواضيع وبرشا خدمه. اوكي وهذا هو دونك. ونحن من قبل معناها يعني بريفيري نهبط حاجه كاليتي باهيه كو نهبط خدمه على بعضها. معناها يعني نحب نهبط حاجه نحاول باش تكون كلاسيك، حاجه تقعد تاريخيه تسمعها بعد 10 20 سنه. حب الحاجات هذوك كيما الموسيقى اللي كبرت عليها انا، كيما اللي كبروا عليها في فاميلتي، كيما اصحابي، كيما كذا. هذا هو. اما الحق نتاع ربي تو بالرسمي، انه اكزيت بالرسمي هذه حاجه اللي ما تتسمعش مره واثنين، لكن اللي باش تفهمها وتفهم اغناها وكلامها ودنيتها لازم تسمعها مرتين وثلاثه واربعه وما تموتش. هذه حاجه ما تموتش، معناها تقعد تسمعها اربعه خمسه، انا اربعه اكثر، معناها من 2011 ولتوا الرجال تسمع فيها ولتوا العباد بالرسمي شيخين عليها. اكزت معناها بالرسمي من اقوى الحاجات اللي خرجت. صحيح ولا والله اي تجم تقول يمكن اكثر تيتر عنده امبير، معناها ضرب في الوقت هذاك في التايمينج هذاك في الوقت اللي يمكن العبيد في الوقت هذاك رابوريت وكذا نستخدم في ايماج اخرى وقتها نفكروها بالكدا 2010 2011 بعدك الثوره من البارونتيز وكذا نزد غرمت ميكانيك وكذا ولغه اخرى وكليبات اخرين وشويه رفرايدر زكيت غرمونا دي ام اكس وكذا وقتها. اي حمدي حبيت نعمل ايماج اخرى مع الاولاد، حبينا نعمل ايماج اخرى الكليب وقتها نواري بلون ومعايا كابيوش وماريو الاكحل وصورناه في الحومه ومشيت مع التيتر ونجحت معناها في الوقت هذاك. قعدت حاجه كلاسيك. انت ديما تصور في الحومه معناها، ديما كل كليب ولا حكايه تصوروا في الحومه معناها. ماذا بيا ديما هكا نشمم شويه الحومه خاطر معناها ربطت هذاك التاريخ وكذا. ماذا بيا ديما نحب نعمل ايماج باهيه وفازه غاديك للعباد الكذا، معناها ليش غادي باش نمشي نصور في حومه اخرى معناها. فهمت شنو؟ مالجري يجيوني صورت في برشا بلايص اخرين معناها، صورت في حملهم، صورت في برشا بلايص اخرين معناها ريبريزنتي برشا خاطر سكنت في الزهره انا وسكنت في مجرين وسكن في باب الفله، اللي ثلاثه حوم بعض على بعضهم جمله معناها. كسوا في العباد في النيفو نتاع العباد خلط برشا برشا شرائح من المجتمع. فهمت شنو؟ كيف ما تقبلنيش الزهره بالاحسن، انا سكنت حي زهور وسكنت في الزهروني وبعد سكنت في الزهره زاد. اما ما تقبلنيش الزهره. اي والله يمكن اي يمكن جينيراسيون انت اكبر مني تتسمى هكا يمكن شويه. 83 ما نصورش بعد عليك برشا. اي ما بين انت جينيراسيون ظريف. اي ليه سينو سكنت في النخيل انا. اي النخيل نتاعنا. اي سكنت غاديك وقريت غادي وكنت ديما الحومه باب الفله معناها. عرفت نهار السبت كمل قرايه فوف ديريك تمشي الحومه ديما الركعه خاطر غاديك كبرت وكذا وفاميلتي الفاميليا كبيره نحن في الحومه دوك الناس كلها تلعب معاها وكذا وقعدنا حتى لتوا حتى لتوا هما عباد هذاك كذا هو اللي يرابي هو ذاك يرابي او كذا وقعدت في ديلا نفس التركينة نفس الفيلينك هذاك هو بالضبط بديت بستر هذاك هو بالضبط أنا مبلس خويا بدي كيك هديت هو كيفاش تفسر لهم انت كلمة الامباير شنية بالضبط؟ والله الامباير الاسم هو اول ما بديت مش نحكي شويه للعباد اللي ما تعرفش خاطر بطبيعتي ما نتعداش يعني لا في تلفزه قليله معناها يمكن باساج عملناه هكا موزايك مره في الفيل هكا وقت اللي الانيماتور يعطيك قدرك وقت اللي يجيب شي وهر الارتيست وقت انا نجي ونعطي البلوس ونعملوا حاجه مزيان سينو باش تبدا تبلفيت زايده دونك خويا يحكي معاك موزيكا مرحبا بيه ما باش يخرج على انه تاع موزيكا ما عندكش علاش ماشي
بالضبط. الموضوع نتاع امباير خويا بديت خاطر نحن من الاول معناها خويا اكبر مني وفاميليا كبار كانوا هما يسمعوا موسيقى معناها الاكثريه، وكانوا يتقابلوا كذا ماذا بيا كنا نقعد معاهم كذا، كانت قبل القدر وكل لغه هذيك فهمت شنو هي. خويا اسمه ياسر الراب وكذا، وكان تتغرمت العباد اللي يحب يكتب اللي يحب يخمت بحاجه يجي يسمع هذا يجي ما يجي كذا، وليت نقعد معاهم شويه كي نسمع شو يعملوا شو ما يعملوش، هيا نعملوا جروب هيا نكتبوا هيا نسجلوا هيا كذا، هيا شنو هو الاسم شنو هو، وبدينا الاسم شنو هو الاسم اللي يجي يكون حاجه. مشينا حتى في اللومبير في كارتاج في التاريخ نتاع تونس، في التاريخ نتاع معناها حبيت ولا كرهت مش تونس توا، قبل كان تاريخ كاسح البربير معناها شمال افريقيا البورتاي معناها نتاع افريقيه حتى امور اسبوع وكذا، دونك حبيت حتى الاسم ما يكونش نعش اسمه كان طايش، حبينا يكون اسم زين فوندو باهي. هو فوندو اسم كاسح بالرسمي راهو اسم الامباير الاسطوره هذا ليه، والكونسيبت نتاع امباير اللي هو الامبراطوريه تمشي وتتوسع تمشي وتكبر امبراطور وديما قدام. هذا هو بدينا بعبد بينا بنيه بمترو اليوم ان شاء الله اخويا، انا نافونسي وانا نقدمه بشوي بشوي معناها من الاول بالاحسن. بديت معناها بجروب معناها في جروب لميت جروب من باب الفله وبديتوا تغنيوا مع بعضكم ولا كيفاش؟ هو لا هو الجروب فيه خويا مروان اللي برشا عباد يعرفوه، وفيه ولد عمتي صفوان ولد عمتي زاد، وفيه واحد صاحبنا ايمان توا في امريكا هو سان دييغو هكا بحذاك غادي دونك هكا سان دييغو شيخ منو تيخوانا صحيح فاميليا دونك توا زاد كيما حكيت لك على الحياه وعلى الدنيا والمواضيع معناها اللي تصير لك في الدنيا اللي هذا شد ثنيت اللي مشى لامريكا اللي مشى لفرنسا اللي يخدم اللي كان انا توا كيف معناها نخدم ومعنا العفيف لازمني معناها نقول الموضوع عفيف الناس تعرفه اللي من 10 سنين يمكن نعرفوا بعضنا من اول تيتر حبينا بعضنا دي ليك من اول تيتر ما شاء الله تحس يعني عبد يفهم الدول فما معناها اونتونت في الموسيقى خاطر سوابع راهي ابار ماكينات وابار كل شيء راهي سوابع معناها بس في العبد تعطيك بلوس ولا لا هذا هو صحيح. أبو الأحسن تورب في تونس ولا في مستقبل تبارك الله؟ طبعا انت صحيح قصدي معناها فما ولات حاجات ابجل معناها تحب تقول معناها بالاحسن معناها من الناس اللي كان غرام الراب اما تو معناها عائله وصغار ودنيا وتبدلت الظروف اما تو فما برشا عباد معناها بالرسمي ابار الراب ما يعمل في حد شيء عليه خاطر معناها ولا يخدم معناها كل شهر يخرج اغنيه البوم كليب دنيا معناها ولات فما فيو فما فلوس وفما يوتيوب ومهرجانات ولات بزنس معناها تخرج تغني لبرا وبرشا حكايات صحيح صحيح. ليه تبدلت الايماج نتاع الراب اللي كان قبل حبيت وانا ولا كرانا قبل عامين هذوما معناها راهو الراب في تونس ولا لي بوب الكولتور بصفه عامه من اول التسعينات راهي موجوده في تونس الناس تفرق صحيح صحيح بلاغار وباب سعدون والناس خويا كانت الموسيقى من قبل موجوده والناس واللي تراه لابس كاسكيت تمشي تسال وصاحبي منين وعندكش كاسيت كانت معناها قبل كانت على الهامش اماتور كانت ياسر الحكايه معناها تسجل تصور باللي فما تهبط العباد تحب تسمع خاطر معناها كان نعملوا تحليل صغير للجينيراسيون ولا للشعب التونسي اللي يسمع موسيقى كانت العباد تسمع ياسر راي وكانوا يسمعوا ياسر الجزيري وكانوا يسمعوا ياسر الشرقي. من بعد جات اونتر بارونتيز الثوره نتاع الراب جات خويا تفرق على التراب شكونهم اللي يعملوا في كليبات معناها بزوز دور وصوروا كليب وانا فا معناها بومبارديها كسوا تلافس في ستيفال بارتو بارتو الناس الكل ما عادش تلقى حتى واحد صغير ولا كبير ما عندوش بلاي ليست في تليفونه فيها 10 20 تيت الراب لا علينا في شنو ما باهين خايبين ما نحكيو على رافاج نتاع الموزيكا هذيك الى اكرازي اي ستيل اخر نتاع موزيكا ولتوا معناها امريكا ما حاربتوش فرنسا ما نجمتش المانيا اليوم فما راب اي لونغ في العالم هو اكثر حاجه اكسيسيبل اكثر حاجه اكسيسيبل للترونش داج ولا لي جون بصفه عامه خويا تعطي له الانرجي خويا الباس اللي فيها الليريكس اللي فما الديب فما بيت بويتري برشا فما بيت انجاجي فما بيت تحب تغني كل واحد وستيلو معناها كل واحد واموره هذا هو الراب خويا في تونس تو ولا يدخل فلوس عنده مده مش تو كل واحد فما عباد كان تحكي في ديسكور ولا تحكي في ديسكور واحد اخر فما عباد كان تقول لا انا ما نتعداش وما نعملش ونقعد وتونكيك وانت اي ومشيت خاطر حبيت ولا كرهت راه ما عندكش شكون يمد لك راه
معناها كي تجيك التفتوفه ولا عامل تكمل شويه نورمال يعني. لو شيف معناها هو راهو باش تو باش نعمل لك انت اخرج. تعمل كيف انا واحد من الناس علاش واقف برشا مثال عندي مده واقف مثال ما نعطيش خدمتي لاي واحد ماذا بيا نخدم مع عبد دو كاليتي وماذا بينا نعملوا حاجه كليب باهي ولا ماذا بينا نعملوا موسيقى باهي وايماج باهي العباد الكل تطلب فلوس توا معناها كل شيء فلوس كل شيء فلوس ما فماش حد شيء اللي عنده لك عب يلعب كما يحب ما عندكش ما تلعبش لوجيك ما عادش فما العباد اللي تحب خويا معناها لار بور لار ليه يا حسره لغه يقول لك كاك ما عادش يطير جوع يعطيني بحيه من الحب بتاعي يقول لك خويا ذيك البحيه اسمع فما والله في والله في نو اكزيت فما كلام رسمي نتاع ربط اللي ما يسمروش اللي يجي ما فما كلام نتاع قبيحه برك على صاحبي فما برشا رجال يسلموا عليك احمد محمودي محمد امين وائل السكوحي صحيح بالحسن نكاتا وليد مسيكاب والحجيم يسلم عليك احلى وليد شروفه ايمون مالك تبارك الله الناس كل فرحانه بخويا بالحسن اليوم معك مانيش نقرا في الكومنتات يا خويا نسلم عليهم علاش نحب نسلم على برشا عباد خاطر راني من اول ما بدينا معناها مش تكبيره كانت على الجو معناها فما عباد توا نعرف شكون الاولانيين اللي سمعوا وشكون اللي بارتاجيهم من الاول وفما عباد نقابلهم يقول لي راهو من اول تيتر ومن كذا معناها فما مش سهل باش يقعد عبد يسمعك 8 او 10 سنين وانت لا تعدى لك ثلاث ساعات عام كامل ما نهبطش تيتر فما عباد قعدت في دار باش يعيش الارتيست هذاك كيما انا صاحبي نسمع امريكان ونسمع فرنسيس نقعد نقول خويا هذاك راهو رجع بعد 5 سنين وبعد 3 سنين معناها مش حكايه لازمك كل شهر اكتيف في تونس لازمك اكتيف خاطر فصل الفلوس متفاهمين لازم تكون وديما لازم اسمك محير لازم معناها ديما تقعد لازم تبربش لازمك هي اللغه هذيك راهو نقدوها انك تبربش وترمي كره لفلان ومع ذاك وتعدى مع ذاك وا 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 خطه هي هو شوار عند العبد نجم انا اليوم كي غدوه صباح نصبح نقول لا مش الناحيه اللي عملته الكل خليه على جنب ومن غدوه راني مش نقول كيفاش نحير اسمي فما معناها ثنايا فهمني كحلاوي واش نحكي لك اي فما ثنايا صحيح صعيبه انك باش تقعد اوتونتيك خويا باش تقعد كيما انت بديت كيما العباد اللي تسمعني في تيكست توا كيما 8 سنين التالي ولا كيما قبل مازلت حتى في لايف ووتي حتى في معناها مازلت انجاجي ديما انا في مخي كل ميساجيت لونكو دي نحبك الليريكس الكبير الغامق خويا مازلت ما بديب في مخي لو قبل خويا ايام وانت ايام على ليبوك وهبلت بهذوكم الكل معناها يا حاسس كنت اسمع من الامريكان قبل امريكان برشا ما بديب من اولهم معناها بيجي وتوباك وكذا معناها خاطر ولاو كوميرسيال ما عادش نحب حتى نحكي عليهم وانا نسمعهم هات العباد كل ولا تقول عليهم وتنج وقتها جروب هوم برشا معناها ذوما روك اسلوب زاد اخويا وقتها الالبوم الاولاني نتاعو معناها وور ان بيس برشا توا في ني بيس يخدم سلاورا هاوس كي تلموا شويه برشا نقعد نسمي دي ميكس من العباد اللي ماركتني في حياتي طاحت به الدنيا صاحبي بروك توا ذاك صحيح يا ريت هبل مع ولده وتخل بعضه من رب ودخل حبس وخرج وشين عشان عبد الله اي وفي تونس تسمع لنا في تونس كل تسمع من الرابور في تونس شكون اللي يعجبك ستيل نتاعو تبارك الله معناها الراب في تونس ولات كوميرسيال وفما اللي غني الراب واللي يعمل التراب وكل واحد ورايه معناها بالطبيعه اما انت كي تبدا قاعد شكون تسمع معناها من اللي رابور في تونس كنت مالي فات راني انا فروغ خويا ما نخبيش عليه كيما حكيت لك حتى حكينا في التليفون مالي فات انا نسمع اللي فما ساعات تزاب يحكي نلقاها نسمع معناها ما نركزش مع فلان وندخل نشوف هو اش عمل اكزاكتومون ولا فليه ما نحاول ديما نسمع عباد البر نسمع حتى خويا الفولكلور الايراني من روسيا من الافريك دو سود باش تكبر خويا الموسوعه الموسيقيه اللي في مخ تحاول ديما كل يوم شنو اللي تعلمته جديد في الموسيقى شنو نجم نزيدو انا للراب التونسي كيفاش انا نقول في ستيلي اوتونتيك كيفاش انا ما نشبه حتى حد كيفاش بعد فما رابريت خويا كل عامين يبدل ستيل هم موجودين كل عامين يبدل مشطه كل عامين اوكي ما تفهمني ما صاحبي خويا شنو معناها يتبعوا في بعضهم ولا يتبعوا في جماعه البر فما اللي يضرب في تونس يتبعوه ومعناها اش فما ضارب البر يمشي ويتلهوا بهذاك سواء كون انت يا خويا انسى على المنوال التالي معناها فما 7 مليارات عبد توا خويا على 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 الارض معناها كل واحد عنده بصمه نتاعو كل واحد عنده صوته كل واحد عنده لوخته دونك خويا سو اوريجينال حاول ديفلوب يحاول فرق هذا هو
ميسي نو اللي نحب نقوله معناها اصحاب مع برشا رابوريت في تونس، برشا عباد نعرفوا بعضنا، قدر ديما فما ريسبي، فما عباد معناها تحسنوا بالكدا، فما عباد ولات تخرج في كاليتي باهيه بلوس لو الراب التونسي على الاخر، خاطر تشوف المراكه معناها بالكدا، فما زاده من لبنان، فما عباد قاعده تخدم، والراب التونسي في معناها اللونجاج نتاعنا، لغتنا الارتيكولاسيون في الفم، عندنا لغه نتاعنا، عندنا فما تكنيك لو اللغه التونسيه اي، فما حاجات باهيه بالكدا، هذه الحاجه الباهيه. سينو زاده فما اكوار الباهي الكل، فما زاده برشا خايب، فما برشا خايب، كسوا من التلفزه كسوا للولات موزيكا توا، معناها لازم تصرف عليها برشا فلوس تتولي معروف، ما انت ما عندكش تالون، هذه هي المشكله. الرافع بيت تصور في ايماج وفي حاجات، ما فما شيء، وفما فما شيء توا ولات فاست فود، معناها فهمت شو نحكي، راه فاست فود معناها سمعني حاجه خلينا نمشي انا معناها توا يمكن اللي تسمع فيهم توا ما تجمش ترجع له التيتر عنده عام ولا عامين، هبط يمكن حاجه نتاع وقت اكتواليتي، معناها اخبار ولات اخبار نتاع رابك واش فما واش ما فماش، وانا فا والتيتر اللي يضرب يعاودوه 20 واحد ريبريتس، يعملوا له ستيل كيفه هو هكا، يعملوا ستيل كيفه بالحسن انه اكزيت كان غنيت 2018 برجولي تضرب فيو ودنيا وعالم وحكي اكثر من 2011. والله انا يمكن العكس نتاعك توا، التايمينغ في الوقت هذاك اللي العباد مازالت هكا يفركسوا شو فما راب وشو فما كذا، وقتها جات الفازه هذيك وكذا، وكان ديب على الاخر، والكليب كيما حكيت لك ضربت وقتها الراب، الناس هيت هيت توا في التوندونس الجديده، اللي انا عكس برشا التوندونس خويا، عكس معناها ما نحبش نعمل حاجه يعملوا فيها الناس الكل، مانيش نجار خويا باش نمشي باش تقول لي طلع لي متر وكذا، ارتيست معناها ساعات الانسبيراسيون تحضر مره في الشهر، ساعات مره في النهار، ساعات مره في العام، فهمت شو نحكي لك؟ خويا نرجع لك انه يزيد، معناها يمكن انك نبتت في الوقت هذا يتحرق التيتر ومشي على روح، كل حاجه عندها وقتها، وموزيكا ان شاء الله باش تهبط بيانتو ربي يسهل، خاطر العباد اللي تعرف واللي تسمع عندي البوم حضر وعنده مده وبرشا موزيكا حاضره، لان معناها ما نجمش نهبط موزيكات هكاك، نحب نحضر لهم بلاتفورم بالكدا، نحب نحضر ايماج باهيه بطبيعتها، خاطر توا فما برشا كاليتي باهيه في تونس يبربش، معناها لازم ندردعوا الخواتر شويه سينو باش نعمل حاجه. لازم خويا نسمع جديد، برشا عباد تحب تسمع جديدك بالرسمي، خاطر وبالحسن بالحسن تبارك الله عندك محبه معناها من عند العباد، محبه خاصه الناس الكل ربي يكسر يا خويا، هذيك الحاجه الوحيده احنا خويا اللي ربحناها، هذيك الحاجه الوحيده، لاني كي نقابل عباد في الشارع ولا يجوني في كونسيرات ما فماش 100 واحد يعرفني، فيهم 10 بركه يحبون، معناها الحمد لله اللي يعرفك اللي وصل سمعك ولا وصلت له راهو سايه وحل معاك انت كذا، راهو يقول لي خويا اقعد كيما انت ما تبدلش، راهم كل تبدلوا بالله يقعد كيما انت، متفاهمين انا ندزوا معاها ونحاولوا نجبدوا من عندنا ونعطيه، اما هي سهله توا موزيكا خويا في تونس كي مش تحط اوبجيكتيف تعيش بها، ما هي سهله جمله، متفاهمين دخل فلوس منك مش تعمل اشهر من الاول، صعب ياسر، لازمك عبيد تدز معاك، لازم عبيد تقف كذا، وكيما حكيت لك من الاول العبيد الكل معناها كل تاكسي فون صاحبي، معناها لازمك تسقط له بالمية وانا كعبه كعبه بالواحده بالواحده، هذيك يا اخوي هذيك الموزيكا اخوي، صحيح قاعده تتحسن ديما لي بوب اونيفو، يلا فما جديد على قريب ان شاء الله، ان شاء الله اخويا فما جديد ان شاء الله ربي يسهل، عنده مده قاعدين نشوفوا شنو اللي باش نهبطوه، اش فما اش ما فماش، يمكن شيخ رمضان اول جوان، قدره الله كل شيء بقدره ربي خويا، ان شاء الله تمشي صحيحه والله خويا، نستنى الدنيا خويا هكا، ولغه اخرى فما ستيلات اخرين ان شاء الله في الموسيقى، يعني فما حاجات اخرين نفركسوا فيهم هذا، وان شاء الله نشدوا ثنيا خويا ما عادش نخرجوا منها بقدره الله، ركحنا كل شيء وان شاء الله خويا ربي يسهل، هذيك هي خويا هذيك هي موسيقى باهيه في تونس قاعده تتحسن، مالجري ديما فما برشا خايب وفما برشا مفايكين وفما برشا زهرت معاهم ضرب ولا يحكي، وفما عباد كانت تستنى باش تقول لك سلام تو ولا يحكي لا ما نعرفوش ولا لا علينا نعرف نارهم الكل حاسين دوالب، معناها الموزيكا بعد اللغه اللايف بعد اللايف بالرسمي فماش اس بي، انا اخويا كي جيت باش الراب يعني قدرت لي قبلي العباد اللي موجودين قبل وقبل وتقابلهم الكل وديما بالقدر وديما كذا خويا، وعباد خاطر كان نحن سجلنا بميكرو بالكلاسيت و 7000 فرنك في بيت وعاملين بلاتوات عظم، شوف هما قبلنا كيفاش سجلوا، شوف اللي جاء توا يدخل الاستوديو يلقاه ب 50 مليون يسجل فيه، معناها من العباد اللي تعبنا على الموسيقى، من العباد اللي
معناه ما يستاهل قبل باش تصور كليب ولا باش تسجل تيتر، فهمت شنو كلمة زي قال حتى الراديو ومستر مصطفى والراديو حكاوها، معناه قال معناه ظروف حتى لتوا رغم اللي استوهم من الاولد سكول، قال لك معناه من القدم معناه اللي ربك، قال لك انا وصلنا نرابيو في وسط خزانه زاد حتى من الراديو، قال الظروف اللي زاد اللي قاعد انا معناه باش خرج كاريتي حلوه، مانيش استوديو قوي برشا ولا معناه كعبه كعبه باللي عندي باللي نقدر عليه، معناه فما عباد بالرسمي مازلت حتى توا تعبوا، فما عباد بالرسمي يمشي يسجل لك في استوديو كاليتي وصوت وماكينه تخرج لك صوتك واضح ودنيتك، وفهمتك فيش صحيت بالضبط. ايه ايه بالضبط بالله يا اخويا، العباد توا وين توا وين حطيت الكومنتيرات نقرا فيهم خويا، السلام عليكم جميع الكل، خويا يرحم والدي توا وين زابيتك يا علاش نبى نريد الكومنتيرات شويه الاولاد والعباد تتفرج وكذا. خويا ان شاء الله مش قبيله، ان شاء الله ان شاء الله جديد قريب قدرة ربي، وان شاء الله خويا نحاولوا نعملوا حاجه باهيه في تونس، نحاولوا نعملوا حاجه اوريجينال. هذا هو كيفاش تكون ارتيست، مش مشكلة انك مش تعمل حاجة كيما السائد والموجود، انك مش تعمل حاجة اخرى معناها ماذا بيا ديما نمركي راب التونسي قاعد متفاهمين، انا عملت عرسة كاستا في الحيط بارس، ماش مش تعمل بتيتر ولا بعشرة تخدمه ديما موجود والعبيد ديما تطلب جديد، خاطر راهو تجيب العبيد تمساك ما فهميش، هذا حاجة جارانتي خويا، سواء انت تعمل سواء تمثل ولا تعمل مسرح ولا ترابي ولا تبوكسي ولا تكور، اي واحد اي فوديت ولا اي ستار في العالم مشي خويا سي. طب بالحسن التيتر نتاع نو اكزيت مازلت حافظه؟ اي باز زين الرابي اللي عبيت في اللايف وفي في الواحد باز مازلت حافظه. فما دي رابير مكو معناها كي يخدموا ولا تبدا ديما الغنيه يقول لك والله ساعات كاين نغلط فيها كي ولا ننسى حاجه ولا يعني انا بما اني باش نعطيك اللغه شنو هي باش نحكيها للعباد اللي قاعده تسمع توا، برشا رابيرات نعيب عليهم انهم يطلعوا بلاي باك في اللايف، معناها عباد في تونس حضرت معناها الفازيات وشفت العباد فاش تعمل عيب تحرك في شفافك وعبيت قصت لك تسكر باش تدخل تتفرج وانت جايب بافلويت وليمير وانت تتحرك في شفافك وتتحرك هكا عيب، فما مينيموم تعرف فيه، خاطر كان جاي في امريكا في فرنسا لبرا راهو يطرد الارتيست مهما كان، ما تطلعليش بلاي باك، وصارت الكوارث لبرشا ارتيستوات في العالم ما تطلعليش بلاي باك، اللي طلعوا بلاي باك معينين نتاع البلاي باك هكا في رفران في حاجات ديزابوي معناها يتسميو في الموزيك، اي خاطر صارت فما في حفلات في امريكا او تحت الميكرو هو مازال يغني وهو عيب 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 على الاخر. على ذيك انا قلت لك تو الفازه هذيك معناها تيترواتي بريسك الكل نحفظها معناها ما فهمهاش، خاطر نطلع لايف خويا تيتر هكا موجودين فيديوهات وكذا لازمني نطلع لايف، حتى الصوم متفاهمين ديما الصوم خايب في تونس، ما الانرجي اللي تتعطاها في اللايف مش كيما التسجيل في استوديو، مش كيما العباد قدامك، مش كيما موزيكا قاعده تمشي وانا نحرك في شويه في نكذب على العباد، فهمت شو نحكي لك؟ والله فهمتك خويا فهمتك. العباد مستحسن يسمع صوته للعباد بالرسم، ما دام طلع يغني العباد ويسمعوا صوته باهي خويا باهي. لا 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 محمد رسول الله، الباندا الاخر قال لك قلت له ب 198 برشا مش الرابي وهم الكل برشا خويا تدريويات اطلب النجدة حاسيلو احلى بالاحسن. فما قبيله نعم كاتب لومباير طلعت لي لومباير ستاند ستيت اوف مايند ستيت اوف مايند يا ستيت اوف مايند تاع جيزي وليس يا كيس يا نيويورك صدعوها بالليل تونس. فما موضوع تاني تحب ما يلزمنيش نحكي فيه معاك مش توا من بعد ولا حتى توا مش مشكل. اي اي فما ساره فما فازه مره صارت نتاع فري الكانز فري ود الكانز باهي طلع نهار جابوا قاروره، فما برشا عباد على فكره ما عجبتنيش قاروره والكوكي ذا تيتشر عملوا لايف ديما كوكي يعمل لايف، فما عباد تعمل سكول هذاك اللي مع الكوكي معناه بالرسمي قاروره تون تون اخته ولاد حميده ولد رياسه وجروب ولاد إيه اسمع فما برشا عباد راهو مشاو في طي النسيان كيما نقولوا نحن اكله سيت سكر عليهم الكتاب، على خاطر توا وين ولات الموسيقى ميدياتيزي في تونس، توا وين ولا يرى مثال فلام مش يعرفني بالوجه ولا فما كليب، قبل عبيد الترابي
كانت العباد راهو تخاف قبل، فهم برشا عباد ترابي وتخاف على رواحهم صحيح يعني. صحيح يقول صحيح قبل كانت الكلمه بكود، وكانت لازمك توزن كلامك اش تقول. مش تو انا نجم نقول نورمال، يدي واللي تخسر يعرف الحل في الخسر ونبور عليهم الكل معناها ديريكت. صاحبي توا اونجاجي ونحكي اللي نحبهم، مي فما عباد قبل كانت توزن كلامها اخويا، وكانت لازم يعرف شنو يحكي، وكان التكست معناها برشا عباد معناها مفسخين، برشا عباد شدت الحبس على موزيكا على تكستوات واللي كان موجودين. معناها توا الجينيراسيون تاع توا لازمها شويه ريكونيسونس للعباد اللي قبل، معناها متفاهمين لازم مش قاعد نعمل لهم انا هذاك. علاش كل مره نجيب لهم واحد من جماعه القدمه والزنبا وسطون وكذا؟ على ذاك انت اول ما كلمتني خويا والله يا مالكريا كحلاوي ما عنديش جمله، معناها ما نحبش هكا نمد وجهي وانا نحكي وش فماش ما فماش. يقول لي العباد اللي راكني نحكي توا منقول انا ديما موزيكتي تحكي علي، ماك حكيت لي الكونسيبت هذا وحاجه لايف وكذا نحكيو كما نحبوا نحنا باهي. وذكر العباد شفما قبل معناها يقول لك ما فماش توا كندريك لامار كما جاش فما ران دي ام سي قبل ولا افريكان بومباتا ولا العباد اللي قدم. معناها الموزيكا قاعده تون ايفوليسيون 40 و50 سنه. لي بوب راهو تخل في اي موند تصوروا في بالك، الجرافيتي ولا يخدموا بها تو سكي تكستور في العالم الكل، ولا وصلوا بها ميساجات من بروكلين يتعدى البرونكس الدراوين الكوينز باش يتعدى يكتب ميساجو على التران والاخر يجاوب عليه من غاديكا. حتى في تونس زاد عمل برشا حاجات الراب في تونس، زاد نجح برشا حكايات وبرشا امور زاد حتى في تونس. في تونس كيف كيف بدلت فما حكايات صارت فما فرقع تونيا زاد لي بوب ولا واصل ميساج بالراب المساج ولا الراب يوصل في مساجات للتوانسه والحكومه والعباد يوصل باش تحكي في لونجاجي ولا باش تحكي فما العباد اللي تعمل زعما اونتر بارونتيز راب اونجاجي مي ديريكت ياسر. معناها مش حكايه انك حشيق قحبون انك تقول ديريكت، مي انا ديما نقول الراب عنده كوداتو، فما ميتافور فما تكست فما 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 لغه لازم فما ثمانيك في الكلام اخويا فما عندك صحيح ايقاع وشعر. يا باش تكون شاعر انت شاعر نتاع شارع لغه عندك لغتك خومتك منين جيت كيفاش عشت هذاك باش تحكي ولي يا زيده ولي زيده خويا تعاود لي في الاخبار معناها تعاود لي فيهم على تيمبو زيده فهمت شنو هو؟ اه تاع يا حكايه معناها وتعودوها مش فهمت كويس. لا 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 محمد رسول الله فماش موضوع مازلنا ما حكيناهوش يا رجال، تحبوش تسمعوا حكايه حاجه توا فروخ زب يتغني شوفوا الكومنتات العباد اكثر شنو اكثر فري ستايل يحبوا يسمعوا تيتر يحبوا عاش نظرف وفاز نحن باش يحكيوا ديما في اخر قاعده ديما نكملوها بالفري ستايل. امان حبيت نشوفهم حبوش يكملوا نحكيوا حاجه انت تحبش توصل فمش موضوع تحب تحكي فيه ولا من الاخر نحب الاكثر حاجه معناها ركز عليها اللي البرة معناها ينفستيو ياسر في الارتيست اللي يحبوه ومعناها الناس تسيبورتي على الاخر. صحيح برشا عباد نقابلهم في اللايف وبرشا عباد تجي وبرشا عباد كذا، ما فما برشا عباد فيرتويال، فما عباد يقول لك حاشاك بول عليه يرابي ولا اموره ما نسمعوا على اليوتيوب هكا بلاش وكا هو عندنا عقليه البلوشي في تونس ما يعرفش هو كي تسيبورتي هذاك في اللايف ولا تشري البوم فلان ولا كذا راهو خويا تلقى روحك انت من هنا لقدام خويا تلقى فلوس وتلقى كذا. مش فلوس باش نعمل بيهم ديار ولا كراب، مي توا باش تصور باش تلبس حاجه باهيه في كليب باش تعمل ايماج باهيه توا تتكلف راهي وليت على الاخر. قبل معناها اول الثوره وكذا كانت العباد كل نافحه في الاوديو فيزويال في العباد الكل كانت خويا اجا نصوروا الناس كل تكلمك الو اجا نعملوا ذيك تك تك. توا الناس كل شدت برانشيت في خيوطها اللي هذا شد خويا صنارته وانا فا وليت يتكلموا اللي يهز عليك اللي ماشي يهز كذا اللي على شوالي تطيح قدر يا انا خويا ركح امورنا شويه وريقل امورنا وربي ان شاء الله يسهل وترجع العجله تدور قدرة ربي لاباس. امين يا رب العالمين. قلت لك انا فما موضوع باش نحكي فيه معاك وخرجت ونسيت مش قلت لك الزارو يا ربي يخلص وحلو. نحبوا نعملوا لما تاع لي رابور في تونس كيما عملنا فري ودر كانز نحبوا نعملوا فري الزروي. خويا ربي ان شاء الله يخلص وحلو. انا خويا من معناها من قبل نعرف موضوع شنو هي، ما عنديش فكره اكزاكت خاطر كل واحد فاش يحكي ما عنديش فكره اكزاكت علاش هو موقف وشنو هي التيتر نتاع القضيه وشنو اللي صار والعباد اسكو خاطر راهو تنجم تحركها راه ريت في تونس توا معناها الاولاد توقفوا ناس خرجت فما بوفوار ولات عند كسوا عند رابوريت ولا عند اي عبد مكتيف معناها سوسيال مو ولا كذا. معناها لازم العباد
معناها تتلم شويه وشوفوا شنو الموضوع، والناس تدز تحل حزها، معناها يا ريت الدوسي يكون في الغبره اخويا نجبدوه نحطوه على الطاوله. فهمت شنو نحكي لك؟ هذا هو موضوع كل معناه لمته الجروب نتاعو. انا نعرفه معناه، حكيناه مره اخرى وزدت عاود سمعته مع الاولاد وقرروا في بالو بيه موضوع جمله وزاد حتى من الكوكي كان هكا نهايه نعملوا لما حتى نتاع جروب ميسنجر نحكي فيه بالضبط ونلموا الرجال اللي يحبوا يغنوا في الحكايه. موجود يا اخويا، موجود يا اخويا، يعني موجود فما حتى شايف بلي دوب زاد حاضر معانا وكلاي ممكن زاد كلاي نتدلوا عليه زاد ونلموا الرجال ونعملوا حكايه شباب. لما هي الحاجه الباهيه راهو تعرف اللي لازم العباد تفهمها تو البوبليك والواحد خاطر تو انا نعيش في برشا بلايص، نعيش حومه فيراج كذا بالحاجات كل تصب في بعضها. فما برشا عباد زاد عندها مشكلتها مع الحاكم وكذا، اللي بدات بالرابيرات واللي اصلا من قبل في الاستادات، مشينا للاستادات لانك تدخل من 10 بيبان وتروح من باب واحد، والمتراك والضرب والسبان وكذا كون نوع من النقمه عند جينيراسيون معينه. فما عباد ولات تخرجها في تاج على الحيط، فما اللي يكتب ستاتيو، فما برشا نوع نتاع اكسبريسيون وليت على الدوله نتاع البوليس هذا، اللي هي برشا عباد كليت العفس وبرشا عباد تعذبت وكذا من قبل. خويا دولة معناها تاك خويا راي بشلابك للعباد، والعباد ما تكلمش. توا وليت فما بوفوار نتاع العباد كي تتلم شويه، معناها كلموا بعضنا وكذا، فما كلمه تسمع، وفما عباد عندها كونتاكتوات، وفما محامين، وفما ديزاكتيفيست، وفما نجموا خويا، خاطر توا راهو حتى تشوف استادات وش قاعد يصير ولا في الشارع وكذا، عالم ثالث خويا. انت تواك تعيش غاديك خويا اليو اس وكذا، مش كيما هنايا. هنايا ماك تجي لتونس وكذا، مازال فما تمنيك، ومازال نطلع في اللايف نعبط يقول لي ايش معناها، تقول لي حاكم كيما عزرائيل، يقول لي ايش معناها، تقول لي كذا، معناها صاروا لي في برشا بلايص. اي طلع تقول لي شنو هي هذيك، وانا مازال نفس اللغه. اي صاروا لي برشا مشاكل، انا مانيش ميدياتيزي ومانيش مكان نوعك القاوق ونمشي نكتب ستاتيو باش يبارتاجيوها ويعيطوا لي، اما صاروا لنا مشاكل مع الحاكم في اللايف وصاروا لنا برشا حكايات. الحمد لله انا ديما موجودين وديما تكستواتنا هما بيدهم، ما تبدلناش. لازم تعرف هذا يا خويا، مازلنا ما تبدلناش، واللي جاي بقدرة ربي راه وانت برشا على برشا موسيقى بقدرة الله يا خويا زاد. ان شاء الله خويا، والله نتبعوا نستناوك باذن الله، نستناو الموسيقى جديده نتاع خونا ان شاء الله. ان شاء الله ربي يسهل. والعباد وين في الفري ستايل توا، شنو اللي حبوا يحكيوا؟ بقول لك خويا كلها فري ستايل فري ستايل، واسمع كلها نو اكزيت نو اكزيت. كيف نعطيهم حاجه من جديد ولا من نو اكزيت ولا كيفاش؟ تحبوا تسمعوا يا ولادي؟ نعملوا رشوه يا خويا ما دام العباد هاي بحذر. هاي بحذر يا رجال اخويا، تحبوا تسمعوا تدلوا خويا تدلوا. الرعد. ألف تيان نو اكزيت، حبوا نو اكزيت صاحبي. قدور عمار بتاعنا ذاك قدور عشيري، نو اكزيت يا اخوي، مشينا نو اكزيت. باهي يا اخوي نو اكزيت، وبعد نعملوا فازه جديده للعباد خويا. لو يا حسن على التيت يا هاني مبلس نفس التركينه نفس الفيلينغ، نو اكزيت بلاي نفس الفيلم. انا ملي تربي وكبرت في راس الزنقه، راسك تلعب في الزنقه حياتك نسيته. نسيت ريت. لا 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 لازمنا نعاودوه اخويا، نسيت التيتر عندي برشا غدا من نستانس للسيف. على سنتك انا قبيله اخوتك بالاحسن، ما زلت محافظ اللي هو اكزيت 2011 يا ماما. حفظ ما فار هذاك، ما مستانس الاكثريه نطلع في اللايف في معناها في السيف الاكثريه، ساعات قليل يجيو داتات ونو اكزيت من التيتروات اللي ما عادش معناها قليل وين نلعب التيتر هكايا، الاكثريه حاجات جدد. فهمت شنو هو؟ شنو نعاودوه اخويا هاني مبلس نفس التركينة نفس الفيلينغ، نو اكزيت بلاي نفس الفيلم. انا ملي تربي وكبرت في راس الزنقة حياتك تتلعب في جري الشكل بزلقة فلقة، حياتك فيلم ريسك اختار قداش من حلقة ريك ستوب بلاي بوز. نفس المناظر في الزنقة وين الحاكم ضاع بين الزناقي ده اللي مرش، بعد العشرة تلاح حنش بدل القشرة كلها حنش، قلب الديسك يسي هوني عبيدة تموت على الريسك، عيش ميزر كون في الليل تلف في الفيسك، كنلقى نهجمة نبقى تلقى النشا المريض بالسرقة، الواقف يستنى باش يتسرب هات يدك بالسرقة، هوني عبيد جرة الشيخة هبلت تعيش على الشيخة، تولدت هب الشيخة عايش يستنى نهار تيح عايد تحشيش برمو الريقة زيل الريقة، ناس تعيش بالريبة عايد جهنم مع الريفة. نو اكزيت هو يا حسن يا اخويا تيتر، انا نفكر روحي صغير في الكليب. ياسر بليده ياسر بليده بالرسم من اقوى.
حتى الصوم نتاعها. بارك هاوس حرام ولا فخرة؟ الموسيقى هذيك هي ريميك نتاع ماب ديب ثوغ ميوزك، للعباد اللي ما تعرفش وقتها قليله فما عباد تعمل موسيقى هكا في تونس. معناها على الموسيقى هذيك قلت يا خويا ناخذ مغروم برشا بماب ديب ونسمع ياسر، دونك خويا دونك وقتها خويا ثوغ ميوزك كتبت لي عليها على الاخر هكا وكتبتها هذاك هو التيتر سولو، ما ساسين نخدموا مع بعضنا الناس الكل، ما هذاك هو التيتر سولو وحدي كتبته وسمعته الاولاد قلت له خويا كذا حلو نجحت. وتوا قلت لك هذا من الحاجات اللي تسمعها وما تقلقش، الاخر كاتب كومنتير اسمع يا رب الصح يا فروخ زبي بتاع تو ثقفوا على ما بدو بليل هذا نزيدوا العباد في الاستاذ واحد اخر ان شاء الله اخويا نسمعهم في الزخرة. هذيك هي موزيكا كيما سمعت انا قبل، هذا نحب نوصله حتى للعباد، ما تقعدش تستنى في التلفزه نهار الاحد ولا اي نهار ولا في الراديو باش يقول لك شنو هو الاكتواليتي وشنو هو جديد. انا فرق ياسر الموزيكا، نكتب يوتيوب شوف رابور مش معروف، نسمع سامفوني، نسمع اللي تصبروا في بالك، نسمع ياسر موسيقى نشوف معناها شنو الحاجه تنجم تزيدك، شنو الحاجه ريش معناها. ماذا بيا نعمل برشا بروجيات في تونس، الله غالب ساعات يديك تبقى مضروب شويه الحكايات، مي ماذا بيا تعمل بروجي مع باند وتخدم حاجه كاسحه ولا كوليكتيف تاع رابيرات بالكدا الناس تخدم في حاجه معناها. حتى اللي حابين نعملوه ساعات العباد تمقصك ولا ساعات فما حاجات ما يحبوهاش توصل معناها بالكدا. هذا هو ان شاء الله خويا العباد الكل تسمع مليح موزيكا تفركس الديجي كما نقولوا نحن، يوتيوب موجود، انترنت موجوده، برا نمشيو خويا ثقفوا رواحكم، متفاهمين برشا عباد قالقه من البلاد وقالقه من اللي فما ونعرفوا معناها الموضوع نتاع برشا عباد ولات يدبلم من هنا ياخذ دبلوم ويقول لك تونس كذا حرقه معروف السيركل هذاك اللي ندوروا فيه، اللي واحد من الناس دخلت فيه السيركل هذاك برشا مرات يتعب معناها في المخ على الاخر، خاطر تشوف فما برشا عباد خويا تشوف في رواحها في تونس يقول لك انا تالون غاشي خويا، وانا خويا عندي ما نقول في روحي، اما البلاد ما عطاتني حد شيء، ما تستنى حد شيء من البلاد بالرسم، ساعات توصل لعمر معين ما تستنى حد شيء، راه حد ما يدق عليك الباب باش يعطيك، دونك خويا فك نتاعك وحدك اعرف كيفاش تفكه، كون اوريجينال خالف تعرف كما يقولوا معناها. هذا هو هذا هو معناها ميساج للعباد اللي قاعده تعمل في موسيقى صغار ولا يكور ولا يعمل في اي حاجه، ما تستنى حد شيء من البلاد وتقول ما عطاتنيش، خويا وحدكم خويا تصرف بالي يزمك سلعتك، يزمك تعارك وتجيب عشاك، يزمك تعارك وتجيب عشاك، يزمك معناها ما تستنى من حتى حد، يزمك تقف على شقيق وتربش وتتحرك وتنقز وتطير تروح، معناها تروح شدك فارغه، يزمك تروح تجيب عشاك معاك بالضبط. هذا بلا العبيد من قبيله تسال على ايمن الرادي خويا، ريسبي للطفل زاد كيف كيف صحاب خويا الراجل بالكدا، و تقابلنا عندها مده معناها في الحنه نتاع كلاي وقتها بروجيات كان عندها مده باش يصير تيتر هكا، خاطر تقريبا في ستيلات هكا في التلفزيون في حاجات هكا مع الراديو معناها عندنا مده ان شاء الله ربي يسهل، ان شاء الله تقابلنا وحكينا شويه في الموضوع ربي يسهل اكسكلوزيف العباد خويا ان شاء الله نرجعوا شويه نمرشوا كذا هكا نخدموا كذا وبعد نعملوا حاجه في القيمه نتاع زوز عرس هذوما خويا بكل تواضع، خاطر عباد ماركيت عندي انا راب تونسي هذا هو فما عباد ماركيت معناها خدمه بالكدا، ماذا بينا نعملوا حاجه في الباهي. لا انا ولاد برك الله كنايا صار جو في العرس نتاع كلاي اي خويا الحنه نتاعه وقتها تلمينا بالكدا، تلمت برشا عباد وقتها راه مش في التلفزه ولا في الفيسبوك ولا كذا معناها فما عباد بعضها بالكدا وفما عباد تقدر وفما عباد فهمت شنو نحكي لك معناها الموند اللوتاني نتاع الموزيكا راه الناس باهي تحب بعضها وناس يعرف هذاك وصل وهذا كيفاش والاخر ربي يعاونه وكذا، مي الفوق ديما كسوا باش يجيبون في تلفزه ولا حاجه يحب يحطك راس مع صاحبك، يحب يخرجك مع فلان ويحب يخرجك مع فلان ما يرتبوش سيرة حطوهم راس يحبوا يشبكوا مع بعض ما هم في الاخر وخيان صحيح. فما عبيد ماشي رزان فما كسوا ارتيستوات ماشي رزان فما عبيد ما تعرفش كيفاش يدخلوا ويخرجوا في اللغه يولي يحكي على ذاك يولي يجبدوا وين يحب هو يكري لو مومون نتاعك البوز هذيك نتاع العباد تبارتاجيها هو حكاوا على فهمت شنو هذيك الساحه
باش تعمل الفي وناس دخل منها فلوس وكيكا للي وصلت ولا تعطي حق دار وسبانهم في الاخر حاسيلو من جرد الحكايه هذو. حاجه نحب نقولها في الاخر اللي راهي انا واحد من الناس الحاجه نعمل فيها بنينها برشا كي تعمل حاجه شويه في وسط حاجه يعملوا فيها برشا من الناس. معناها كي انا نسربي خويا في ذواق نسربي في فيم مش كيما يسربيو في الناس الكل، فهمت شنو نحكي لك؟ معناها حتى في امريكا الاندر جراوند موجود والكوميرسيال موجود برشا. ما هما خويا فهمت شنو نحكي لك؟ معناها فما معناها غاديك عباد تخدم حتى الاندر جراوند يعيش غاديك، فما عباد معناها تجي وتحضر له وناس تصرف وكذا. من مية تول هنا في تونس شوية أي عبد اندر جراوند يقعد وكذا ويخدم هكا بيمشي بالوقت وما عادش برشا عباد بطلوا. من العباد اللي حكيت عليهم انت برشا عباد بطلت واللي شاف واللي قصد ربي واللي شاف في حياته واللي تعبك معناها موزيكا توصل مثالك الأول العشرينات وكذا تبدا مفرقع خويا اعطيني نعمل اللي فما. من بعد فما توليتي معينة فما حياة فما برشا عالم خويا لازمك تفهم وتركحه قبل مش من بعديك تقصد ربي اخو. ما شاء الله ان شاء الله ربي يسهلكم. العباد اللي من الاول بدينا نسمع في روحي بعد يسمعوا فيا 10 بعد 1000 بعد الله اعلم قد ايه باهي عامل تمشي وتقدم وبريسك العباد اللي يسمعوني نعرفهم كل واحد معناها بريسك العباد نعرفهم بالوجوه ناس نحكي مع العباد الكل. تمشي وتتزاد رجال ديما خير بالطبيعه وديما تكبر هذيك اللي ربحنا الاسم نتاع الفيو والمعرفه نتاع العباد ومعرفه الرجال ديما محلاها. اسمع ما غير عاد ما تسرقونا الفيديو وتسجلوا عاد وتهبطوه في شان يوتيوب واحد اخرى عرفت ما غير قصدان الاولاد كل شيء يهبط على كحلة تي في راه وقتها ما كان لغه قص وهبط هو فهمني بالعكس هم لازم يعاونوا الانيسياتيف هذايا لازم اخويا انا يعاونوا خاطر الايديا اللي عندك انت من حد شيء اخويا تك باش نحكيو لايف باش نحكيو موزيك معناها عباد اخرين تعمل قهوه وتعمل لغه وكذا مي انت هي كيف ما هي كيما انا وياك نجمو نقعدوا في قهوه نجمو نقعدوا في اي بلاصه باش نحكيو موزيكا. انا اللايف عندي خويا عندي نحب نعاون العباد تحب تزيد العباد لازمك تثقف العباد ما ريتش قليل ريت رابور وصل في بلاتو ولا في بلاصه وتحسه مليان في مخه تحسه يجم خويا يمانيبيولي لك عباد ومليان شتر العباد باش يحكي لي علي انا وانا وعملت وحومتي وكذا يحكي لي عليهم يا ولدي هذوكم الكل وقت اللي مازلت انت ما عادش يا ولدي ماش متفاهمين اي واحد جاي من حومه وكذا متفاهمين اما توا فما لغه اخرى خويا اعطيني ايش عندك في مخك ما عادش تواكل خبز اللغه هذيك فهمتك ايش تحكي كلامك صحيح كلامك مش غلط ستيلات الموزيكا تقعد ستيلات متفاهمين مي توا برشا دخلت في ليغو تريب راهو بالرسمي موندو اخر باش تعمل ليغو تريب راهو لازمك بعد كارير معينه وبعد برشا معناها سمعان وبرشا بعد حكايات مين تجي من الاول خويا وانا ونفعل لكم وكذا وانت ترى في وسط البلاد محقور متر ونص يا كحلة يا ودي الشراء وساعات خويا إذا قلت انت قبيله فما عباد كانت تتمنى تقول السلام وانا تقعد معانا وانا تحكي معانا توا ولا يدوروا ايه فما مونتاليتي انت اسمع التربيه والاخلاق والمخالطه عندها قيمتها راه خاطر راهو الصح اي بقيمه عرق الصبيح ما تبدلش كل واحد خويا يخدم على روحه ربي يعين الناس الكل فما عباد جات بعدك ومشات لبرشا البعيد فما عباد قبلك انت ما وصلت حد شيء موزيكا زاد زهورات راهو لازم تبقى مسالتهم الله وصلوا البخت وصلوا البخت فما عباد تمشي معاه فما عباد لا متفاهمين ايه فما دي شواء عباد عملتهم فما عباد عملت دي ساكريفيس باش يوصل خويا الموزيكا هي معناها ماشي ان شاء الله خويا نطلعوا ارتيست ويت ما خير وان شاء الله الايماج اللي عندنا تحسن ما خير خاطر بالرسم وتتحسن المونتاليتي يا خويا وان شاء الله الناس كل رمضان مبروك اما انا مانيش مسايبك الا ما تعطينا حويجه من جديد راه حوجه مش جديد باهي اي خويا فين نشوف الارت كور نشوف اللونجاجي نشوف اللي سيعلي تحب حاجه اللي تسعنها عرفتها هذاك نشيخ ومن بعد ما نسمع نقول واو حاجه على كيفك صح شعنا وني العاصمه تحكم وني العاصمه بوان كوم خويا هذيك اي حسد شعنا ليه نسموه من نسمع حاجه يمكن اشتابت جديد بينتو ربي يسهل قال هاي ناس تستات في ناس كلها هنود
افلام ما توفاش ايش جاب الهوليوود في زوك المعمعة بين الناس المضاعفة واللي شبع دعاء والمخاخ المصاصعة زنقتي سوقي سونيك سوتي سوتيك بعروقي نسوق في العقول ببوقي ربي مخرك الذرين قبهم يهري اللي يلبسها تنطريه واللي يلبسني تنعريه ربي في طاستي بين احنا كيف الرفدة ما نخسرش وقت نتفقد في مسيزم عفتة نفسر في كاريري بالملي بالملي شكون قعد ريل في تونس بربي يسألي شكون حصرني فسر لي اللي حسب لي اللي حصرني حندرني سنسرني اللي حسدني موصل لي الطحان ده بالفلة انترناسيونال يو نو وانا الرسم اللي مايك سوا فلو. السلام ورحمة الله أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برشا كلام برشا قبيحة برشا قبيحة صاحبي. ان شاء الله تعبت خويا في التيتر بالكدا لعل ان شاء الله باش نصوروه خويا وان شاء الله تمشي مليح هكاك يا خويا. فما بدر فاش تحكي او فلان وش بيك سميت فلان وكذا كل واحد يخدم على روحه. لا لا ما ريتش ماكش عادي يا بلحة نخدم في النوار مش ميديك ميديكلاري تونس مش باري قاري في قاري في لابوراتواري بيجاب بوث اوف يو جايز. لا لا ما فما حتى حد هكا جاونا بها يا خويا مليح مريقلين. لا لا شيخ شيخ العباد شيخ انا شيخ الاولاد قلوب ودنيا وعالم وامورنا واضحه صح. سلام على رجال الجمله وعلى العباد الكل يا خويا وعلى بلاتفورمتي الكل الناس اللي تسمعني الفاميليا العباد اللي من الاول قالوا لي شقاش قاعد تعمل وينك خويا في اللغه ماكش تعمل حد شيء خد برشا عباد تحط لك العصام العجله من الاول يا كتاو يستناو وقتاش نعمل تصويره ويستناو وقتاش يقابلوك دونك هذا هو خويا نسلم عليك انت خويا ريسبي ريسبي رابوريت التوانسه اللي تخدم بالرسم اللي تعمل موسيقى بالكدا والمفايكين على رواحهم ما يعرفوا رواحهم بطبيعتهم ما يوصلوا حتى شيء. الفايك ما يظهر الفايك يظهر صاحبي واللي يحب يخدم واللي يحب بالرسم مغروم وراه الرجال تصمروا. هذا هو هذا هو العباد اللي خدمت قبل العباد اللي جايه ان شاء الله نعملوا خويا 30 50 سنه موسيقى في تونس كاسحه التوسكيه وتري وكذا ما عادش يوكل الخبز ما لقيت تو يحبوا يرجعوه راه ما نحبش حبيش نحكي فيه برشا الموضوع يحبوا يرجعوه ترافير تيترويت الراب وكذا باش تولي الخدمه معناها ميلونجي معناها تيترويت الراب كلها ولات تو بريق ليلي ليلي وليل وكذا اللي انا كونتر الحاجات هذوكم حتى انا واصحابي راهو حتى اصحابي راهو نحكي عليهم ما انا كونتر اي ليه عادي عادي فلوس هي فلوس تو خويا ولازمك تخدم الحاجات هذوكم ما خويا انا ديما خويا مع الارتكور وديما مع الراب كاسح وديما مع المساجات وديما مع ديما خويا راب كيما الاسره صحيحه كيما الاسره بالرسمي اكل زعزع تعمل حكايات وتبدل حكايات وتسمح على العباد وتشيخ عليها وهذاك هذاك شنو نحبوا البرا يا كحله راهو فما تيكس راهو في دي فاكولتي معناها تحطوا في تيكس تويت نتاع باك تحطوا في معناها في الدور في الكوينز معناها تلقى التكستويت نتاع ماب ديب نتاع ناز نتاع بيجي مكتوبين على الحيط يتلقيهم باش تفهم معناها اللغه وين على قد ما الارتيست هذاك يولي خويا يكتب في حاجات من اللي يكتب من الاول دراكي فيه لين يتحسن خويا في الـ في الـ في النيفو نتاعو لين يولي شاعر بالرسمي معناها انك باش ترفليتي ليماج نتاع السوسيتي اللي تعيش فيها والمجتمع هذاك معناها رابور كينو بسيكولوج يولي ناناليزيهم العباد عندهم كذا نخرج لك ايماج تيجم تكون ما دارش فما حكايات يجم يكونوا كتاب يجم يكونوا حكايات هذا هو البيوت في الحكايه ان شاء الله الموسيقى تتحسن ان شاء الله العباد تخدم خير ان شاء الله وان شاء الله اللي بدا في نيفو يقعد في نيفو معناها يطلع معناها في نيفو اما في يقعد في نفس البحث نفس الكلام نفس اللغه نفس ما يتبدلش معناها فهمت وربي عين الرجال ربي يعني رجال يا خويا هذيك هي ونعرف اللي بلاستي مش في تونس وتسمعني بلاش مش بلفين على تونس خويا هيك العبيد تعرف اللغه برشا بلاد صعب على الاستضافه كما يقولوا في البلاتو الواحد والموضوع لطف عليك لباس صعبي قصد شوية وراك على الاستضافة في البلاتو عايش خويا مرحبا بك يا خويا اني تايم في اي وقت يا خويا مرحبا بك في برنامج على غالب اليوم جات ظلمة عندنا بروجيكتور محروق قام على غالب خذيها لا خويا نتقابلوا نتقابلوا في بلاصه نجيب احنا خويا نعملوا قهوه مع بعض مرحبا يا خويا بيه خويا نعم عند كريم العباد اللي تعرفوا خويا نعملوا فطير بيه وكذا ونفهموا امورنا واز ماما هذيك يلزمها في طيب على قاعده ساعه ومن بعد نحكي برشا حكايات. خويا نمشيو نعملوا تركينه ونكشوا من رجلين خويا ومرحبا بيك والعباد اللي تفرج خويا الكل نسلم عليهم
وبالليل حاجه اخرى، يا فهم برشا اخويا. عباد تبعت انفيتاسيونات، راهو ساعات الفيسبوك يبدا مبلع، نجمش نكسبت عباد اللي عنده موضوع يبعث ميساج وكذا، فما عباد ساعات تقول لك شبيك حجار وشبيك، ليه اخويا ولد تسعه اخويا ومع العباد الكل وكذا، هذا هو الموضوع. ماشي يا اخوي، احلى بالاحسن عباد ساعات فما عباد واحلى تحسن منه. معاك هكا. لا لا بس، لا جونا باب حول الله. بس اخويا وتشرفنا بيكم يا اخويا، وان شاء الله فيما خير، ان شاء الله عايش نشوفكم بالبدايه يا اخويا. خليكم اخوي، الناس كله احلى بالاحسن، واحلى جروب الوي، واحلى رجال، بيس الله في الناس كل. برا اخويا ليتكم زينه، برا عايش اخوي، تشرف بالاحسن. Take note.